اهلا بيكم في تحدي جديد وتجارب جديده من تحدي المختبر. النهارده هنتحدى واحد من اهم المركبات اللي موجوده في حياتنا وكمان هنلعب بيها. النهارده زي ما انتم عارفين معايا ابطال هيساعدوني في ان احنا نلعب بالميه، بس قبل ما نروح ونشوف هنلعب بيها ازاي خلينا الاول نروح نتعرف عليهم. واول بطله معايا النهارده هي مايا زايد، 13 سنه وفي اولى اعدادي، بتحب جدا السباحه والاستعراض والرسم، واكتر مادتين بتحبهم هي الانجليش والماث. اما البطل الثاني معايا النهارده هو ساجد محمود، 14 سنه وفي ثالثه اعدادي، بيحب جدا السباحه اما اكتر ماده بيحبها هي الماث. وخليني اروح لمايا واسالها واقول لها ازيك. الحمد لله. عامله ايه؟ كويس. مايا انت معفرطه المكان كله من ساعه ما جيتي، ايه رايك؟ جامد. متحمسه بقى اللي هيحصل النهارده؟ متحمسه. طب نفسك تطلعي ايه لما تكبري؟ هندسه عماره او ممثله. خلينا في هندسه عماره. اشمعنى هندسه عماره؟ مش عارف. مش عارفه كده. شفتي حد قدامك كان هو اللي حمسك يعني؟ بنت خالتي. بس يعني احنا بنلاقيها بترسم ضفدع وبتقنعنا ان ده مكان بنقعد فيه مثلا. والله بجد والله حاجات غريبه جدا. انا النهارده بقى هوريكي ميه واقنعك ان هو حاجات تانية كتير. مستعده اللي هيحصل؟ مستعد. متحمسه؟ تمام. ساجد. ايوه. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كويس. شايفك قاعد كده برضو متحمس. متحمس. عارف ايه؟ مركز. انا عارف ان انا هكسب النهارده. عارف انك هتكسب. طب على كده بقى عارف ايه اللي هيحصل؟ لا. النهارده عندها شويه لعب بالساينس، وزي ما انت عرفت ان احنا هنلعب بالميه. بتلعب في الميه في البيت؟ لو بتلعب بيها كتير وحاولت تجرب بيها حاجات فاعتقد عندك فرصه النهارده. هكسب. عندك اي حاجه نفسك تقولها قبل ما نبتدي؟ لا. جاهزين؟ انا اللي هكسب. انا مش هيحصل. هنشوف. انا كنت بتوتر. بس 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 خلاص يا جماعه، نلغي الخناقه دي بسرعه. انا وساجد ومايه مستعدين لاول تحدي قبل ما يخشوا في خناقه بعض، وهو تحدي النانو. ودلوقتي جهزنا لأول تحدي معانا النهارده وهو تحدي النانو. بس قبل ما نخش في التحدي عايز كده نتعرف سوا على المايه. قولي لي يا مايه، هو الرمز الكيميائي بتاع المايه ايه؟ H2O. H2O معنى كده يا ساجد فيها كام ذره هيدروجين؟ اتنين. اتنين عشان H2. وكام ذره اكسجين؟ 1. 1 صح. طب هي المايه كلها عباره عن ذرتين هيدروجين بس وذره اكسجين، ولا مجموعه جزيئات كتير مع بعض؟ لا، مجموعه جزيئات كتير مع بعض. طب هي المجموعات دي منفردة عن بعض يا مايا؟ يعني كل واحدة في حتة؟ مرتبطين ببعض. مرتبطين ببعض. بيحبوا بعض قوي. بيحبوا بعض قوي. ده ما بينهم روابط. الروابط دي اسمها الروابط الهيدروجينية. بعيدا عن المصطلحات المعقدة خليني أسألك سؤال. لو جيت كبيت الكوباية اللي عندي دي اللي فيها مايا ملونة، اللون الأصفر ده لون طعام عادي جدا بنجيبه من أي حتة، في الكوباية التانية، هل لما اجي هصبهم هتنزل جزء في حتة وجزء في حتة، ولا منزلين مع بعض؟ لا، نازلين مع بعض. صح؟ يعني لو جيت عملت كده هوبا كده اهو هتتنقل كلها من الكوبايه للكوبايه بكل سهوله. ملاحظين حاجه في الكوبايه دي؟ ان لسه فيها حاجه بسيطه قوي. صح، نقط كده على الجدران. صح كده؟ صح. النقط دي بسبب خاصيه عند الميه بنسميها الادهيشن او الالتصاق، بتحاول دايما ان هي تلتصق بالحاجات اللي حواليها. وفي كمان خاصيه اسمها الكوهيجن او الارتباط اللي احنا لسه مكلمين عنهم. فالارتباط والالتصاص مخلين جزيئات المايه ما بيسيبوش بعض زي المرتبطين، ما بي على طول مع بعض طول العمر. بس انا جات لي فكره تحدي. اوكي. التحدي بيقول ان انا هحاول انقل المايه من الكوبايه دي للكوبايه دي من غير ما اصب، عن طريق الخده. تقدري تقولي لي انا ممكن اعمل ايه؟ انا ازاي هعملها ازاي؟ خليكي زي ما انت. قولي لي كده ايه انستراكشنز. اوكي، هنجيب الحبل. ايوه. هنزله في الميه اللي هي لونها يلو. صح كده. بس انا هعمل اول خطوه كده اهو وانزله في الميه زي ما مايا قالت لي. ولا قول لي يا ساجد كده مش في ميه موجوده على الحبل عندي؟ ايوه. صح، بسبب خاصيه الكوهيجن ولا الادهيشن اللي هي الالتصاق. صح. أيوة. كده. طب انا ناقص لي اعمل خاصيه ثانيه ان انا اكملها عشان ابتدي انقل الميه، وهي اللي انت قلتها الكوهيجن. فانا هبتدي احط الحبل هنا وابتدي انقل الميه. بس انا عشان انقل الميه بسلاسه الصراحه هعمل خطوه زياده، وهي ان انا اجيب اللزق بتاعي واقطع حته كده اهو، واجيب ده كده اوبا شكرا. ادي كده لزقنا اول واحده، وهبتدي ان انا الزق الثانيه هنا. تعال نشوف ده هيحصل ولا لا.
هنلزق التانية فين؟ هنا بالظبط. ركزوا ركزوا انا عملت ايه. ماشي تمام؟ اوكي كده انا عندي كوبايتين، كوباية فاضية وكوباية مليانة، ورابط ما بينهم حبل. حبل. هستخدم الخاصيتين بتوعي في ان انا احاول انقل المية. ويا رب تتنقل، يا رب تتنقل. ايوه انا عايزها تيجي من هنا. وبابا لازم تتصب مره واحده. صبيت بره قد ايه؟ بس كده. شايفين المنظر؟ شايفين المنظر؟ في الاول عشان انا اترددت فوقع مني شويه، لحد ما ابتديت اصب بقيت الكوبايه. بس انا للاسف ما قدرتش انقل الميه بتاعتي كلها، وده التحدي بتاعكم. اللي هينقل اكبر كميه من الميه من الكوبايه دي للكوبايه الثانيه عن طريق استخدام الخاصيتين في الحبل بتاعنا. كل الخطوات واضحه؟ اه كل الخطوات واضحه. ايوه بعد ما هتخلصوا هتديني الكوبايتين اللي انتم ملئتوهم. اللي هيكون ملا اكبر كميه ميه هو اللي هيكسب معايا التحدي. جاهزين؟ جاهزين. عندكم اي سؤال؟ اه عايزه اعرف استخدم الحبل الكبير ولا الحبل الصغير؟ بصي اي حاجه تمام، اللي يريحك وتحسيه تمام معاكي. انت معاكي حبل احتياطي، الاثنين هينفعوا. انت شفتي الموضوع مش محتاج معايا طول كبير. بصي موضوع بسيط خالص يعني. اوكي يعني استخدم الصغير؟ براحتك براحتك. ماشي عادي. عندك اي سؤال يا ساجد؟ لا. جاهزين؟ جاهزين. مع الصفاره؟ عايزين تايم ولا لا؟ لا تايم. تايم؟ لا. عشان نخلي الموضوع فيه تحدي اكتر. أوه. معاكم دقيقتين بحالهم. ماشي يلا مع الصفاره. 3 2. مايا وساجد، ساجد ومايا الاثنين الشاطرين اللي معايا اللي كانوا مركزين في كل كلمة بتتقال وابتدوا أول خطوة صح تماما. Five, four, three, two. بس هاتلي الكوبايتين، هاتلي الكوبايتين. الكلام سهل، الكلام سهل، الكلام سهل. هات الكوبايتين. هنحط دلوقتي الكوبايتين قدام الجمهور عشان نعرف مين اللي قدر يملى كوبايه ميه، والنتيجه متقاربه جدا يا جماعه. انا مش قادر افرق، مش قادر افرق، مش قادر افرق مين كسبان. مجهود يحترم جدا. صح مجهود يحترم، بس للاسف يا ميه الكسبان معايا في التحدي هو ساجد. اللي جاي اللي جاي اللي جاي نعوض في اللي جاي. اللي جاي كتير. بس ساجد انا لاحظت حاجه مهمه قوي انت عملتها. ايوه بدايتك كانت متانيه صح؟ اه ومشيت واحده بواحده. ايه اللي حصل اول ما قلت لك فاضل 10 ثواني؟ حاولت عشان عايزه املا اكتر كميه ممكنه. ايوه عشان انجز، حاولت انجز. فلما سرعت ايه اللي حصل؟ اتدلقت. اتدلقت صح؟ مايا عرفتي الغلطه اللي هو عملها في 10 ثواني انت كنت بتعمليها طول الوقت؟ طول الدقيقه. صح طول الدقيقتين. الاستعجال وحش. عشان نقدر نحافظ على الخاصيتين بتوع الميه لازم نكون ماشيين واحده بواحده وبراحتنا. انا عارف ان احنا في الحقيقه مش هنملى بالخيط، بس ده تحدي اتعلمنا منه معلومات مهمه، واللي خلص بان ساجد كسب التحدي وهيملى التيوب بتاعته بثلاث كور. اتفضل يلا يا ساجد، هدي اول كوره وتاني كورة وتالت كورة في التيوب بتاعتنا اللي هتحافظ على المية من التلوث. شكرا جدا ليك يا ساجد، ارجع مكانك. وبما ان مية خسرت التحدي يلا مش مشكلة، هنعطف عليها ونخليها تحط كورة واحدة في التيوب بتاعتها اللي بتحافظ على المية من التلوث. انت بتعطف عليا يعني؟ يلا ما عندك بقى التحديات اللي جاية، خلينا نعطف على ساجد. مبسوطين؟ اه جاهزين لتاني تحدي؟ جاهزين. انا ومية وساجد دلوقتي جاهزين للتحدي التاني معانا النهاردة، وهو تحدي هيحصل ايه لو؟
ودلوقتي جهزنا للسؤال، هيحصل ايه لو؟ السؤال ده عاده بيبقى سؤال صعب بيلخبطنا انا شخصيا، بس انا اعتقد المره دي الموضوع بسيط قوي. يعني انا لو جيت سالتك يا ساجد وقلت لك تعرف يعني ايه كثافه؟ اللي هو الحاجه تقيله ولا لا او حاجه زي كده، يعني عامله زي الشاور جيل كده. ايوه بيبقى تقيل شويه، بيبقى تقيل، بتحس كده زي البشاميل كده ما بيقول ايه، بس كدا. وزي العسل. بس الصراحه هي مش دي الكثافه قوي، اللي انت بتقول عليه حاجه اسمها الفيسكوستي لسه ما خدتهاش، خلينا بعدين. الكثافه خليني كده اسالك سؤال، ليه لو حطيت مسمار صغير في الميه في البحر بيقع، ولو حطيت سفينه كبيره قوي عادي بتعوم وبتشيل بضايع؟ فيها حاجات كتير، ممكن شكل الحاجه ذات نفسها، صح، او الكثافه، او ايوه هي الكثافه. الكثافه بتبقى معتمده على كتله الجسم بالنسبه لحجمه. يعني لو انا عندي كتله كبيره مثلا كيلو معموله في حته صغيره اقدر ان هي تقدر تغوص في الميه عادي، بس لو خليت الكيلو ده حجمه كبير وواسع كده انا خليت حجمه كبير، فهيخليه كثافه صغيره فتطوف حواليه. مش هلخبطكم اكتر من كده، هخش في السؤال على طول. سؤال سهل وبسيط واعتقد انتوا كمان هتقدروا تحلوه من نظره. ربنا يستر. مش هقول لكم معلومات تانية، بس كل المعلومات اللي انتوا المفروض تعرفوها ان السائل الاخضر ده ميه، والسائل الاصفر ده زيت. والسؤال بيقول، مش عايز منكم اجابات، الاجابات عندكم هتتحط في الورقه والقلم. مش عايز منكم اجابات، تكتب الاجابه في الورقه عشان ما تغشوش من بعض. السؤال بيقول لو انا هيحصل ايه لو شلت الورقه دي ما بين الكوبايتين؟ هل مش هيحصل اي حاجه والاخضر فوق والاصفر تحت، ولا الاخضر والاصفر هيختلطوا ببعض، ولا الاصفر هيطلع فوق والاخضر هينزل تحت؟ تكتب الاجابه. هل مش هيحصل اي حاجه والاخضر هيفضل فوق والاصفر تحت، ولا الاخضر والاصفر هيختلطوا ببعض، ولا الاخضر هينزل تحت والاصفر هيطلع فوق؟ اكتب لي الاجابه كده ترتيب، اكتب اللي نفسك فيه بالطريقه اللي نفسك فيها. اكتب السبب؟ مش لازم السبب، مش عايزين عقل، عايزين اجابه بس. خلي السبب ده نتناقش فيه انا وانتي بعد ما اخد منكم الورقه. خلصتوا كتابه؟ بعد اذنك يا ساجد اديني ورقتك. شكرا. خلصتي يا مايا؟ لو سمحتي اديني ورقتك. شكرا. كان عندي فراغ. انتوا الاثنين كتبتوا، انت كتبت الاخضر تحت والاصفر فوق. يعني الميه تحت والزيت فوق، وانت كتبتي الزيت فوق والميه تحت، يعني انتوا الاثنين تقريبا نفس الاجابه. اشمعنى يا مايا؟ علشان بتبقى الميه اتقل من الزيت. ماشي، يعني كأننا كده رمينا زيت في الميه، تمام، فالزيت بيبقى اخفف شويه. حلو، فبيبقى كده بيطلع. بنقول عليها بيطفو. مايا قالت اجابه. هي نفس اجابتك؟ طب ممكن نخليها علميا، هي بتقول الميه اتقل من الزيت، ايه اللفظ اللي انا قلته يخلينا نقول الموضوع بشكل علمي؟ الدنسيتي، ايوه، الكثافه بتاعت الزيت اقل من الميه، صح. واحنا متفقين اللي كثافته اقل بتبقى فوق ولا تحت يا مايا؟ اللي كثافته بتبقى اخفف بتبقى فوق، اللي هي اقل بتبقى فوق. فعلى حسب اجابتكم انتوا الاثنين بتقولوا لي ان الاصفر هيطلع فوق والميه تطلع تحت. لو حصل حاجه ثانيه هتبقى مشكله كبيره قوي، بس خلينا نجرب احنا الاثنين ونشوف. جاهزين؟ جاهزين. تدوني يلا 3 2 1. اوكي 3 2 1. واحده 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 عشان الموضوع ايه تريكي. انا نص الكوبايه ونشوف اللي هيحصل سوا. واو شطور يا عبد الله. واو ايه ده ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اشيلها خالص ولا اخليها نص؟ لا استنى اشيلها خالص؟ ممكن تكون هي دي السبب. ممكن تكون هي السبب. شيلها؟ هل بقى لما اشيلها هينزل الاصفر تاني؟ لا. يعني الموضوع مش في الورقه؟ لا، الموضوع في الكثافه بس؟ ايوه. طب بس عشان دي ايه موضوع عمليه معقده. اوبا 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 اوبا. احسنت يا عبد الله. شكرا كده انتوا الاثنين جاوبتوا الاجابه صح.
بصراحة أنا منبهر بيكم. هو السؤال سهل أصلا. أه بس أنا أنا قلت إيه، أحاول أختبركم كده يعني. ماشي، هنعتبر التحدي تعادل. أوكي. بس أنا عندي حركة تانية كده. أوكي. أنتوا عارفين إزاي حطيت الكوباية دي على الكوباية دي؟ بالورقة؟ عملت إيه؟ إيه الخطوات اللي أنا عملتها؟ أول حاجة جبت الكوباية الأولانية. اللي هي لونها إيه؟ اللي هي لونها جرين. جرين أخضر. أوكي. حطينا عليها الورقة. ايوه. وانت مسكتها كويس ورحت حطيتها كده، ورحت فضلت بقى ماسك الورقه صح؟ لا لا، فضلت حطيتها كده. بعد كده بدات ان انت تحاول تظبط الكوبايه على الكوبايه عشان لما تيجي تشيلها ما تكونش ان الحته تطلع بره وحتى تكون هنا. ساجد، هل في حاجه تانية عملتها؟ هو كلامها صح، بس لو ورقه طبيعيه المفروض ميه في الكرتون تقع صح؟ صح، المفروض الميه تقع، بس انا فضلت ماسكها كويس. طب ما تيجي نشوف كده انا عملت الموضوع ده ازاي؟ يعني انا جبت الكوبايتين دول كده نقلتهم على جنب، ورحت جبت كوبايه الزيت كده اهو. فانا المفروض على كلامكم انتوا الاثنين، ساجد انت بتقول لو حطيت الكوبايه دي هنا وقلبت الميه هتقع، الميه هتنقط من جوه الورقه، هتنقط من جوه الورقه. وانت كمان لو ورق، لا الورقه دي لا. ليه؟ اشمعنى؟ عشان الورقه دي حاجة أسمك شوية من الورق التاني. الورق التاني تحسيه قطن كده وبيتبل بسرعة، لكن دي ورقة جلاد. يعني لو جيت عملت كده مش هتنقط صح؟ المفروض أفضل ماسك كويس. المفروض تحاول بقى توزيها ما بين دي وما بين الكوباية التانية. يعني أنا لو سبت إيدي دلوقتي إيه اللي هيحصل؟ لو سبت دلوقتي إيدك دلوقتي إيه ده؟ وهو ده اللي المفروض هتعملوه أنتوا الاتنين في التحدي اللي جاي. بس قبل ما أخش في التحدي اللي جاي، كل واحد فيكم كده كسب ولا خسر؟ كسب. انتوا الاثنين كسبتوا تعادل. يبقى انتوا الاثنين مطلوب منكم كل واحد يحط كورتين في التيوب بتاعته. يلا يا مايا حط الكورتين بتوعك. واحد اثنين. ساجد يلا حط الكورتين بتوعك. وبعد ما التحدي الثاني اللي كان سهل جدا خلص بالتعادل ما بين مايا وساجد، هما الاثنين جاهزين عشان يعرفوا سر الكوبايه والورق اللي قصادي في التحدي الجاي، تحدي اكشن علوم. ودلوقتي جهزنا تالت تحدي معانا النهارده، وهو تحدي اكشن علوم. فاكرين اللي حصل الفقره اللي فاتت؟ ايوه. طبعا انتوا متشوقين تعرفوا انا عملت ده ازاي. بس انا زي ما انا متعود مش بعمل حاجه على طول، لازم كده نتناقش مع بعض ونشوف هنعرف نعملها ازاي. اوكي. السؤال الاول، ايه اللي موجود حواليا؟ هوا. هوا صح؟ في هوا بنتنفسه. الهوا ده ليه تقل؟ لا لا، قلبي هو اللي تقل. صح، هوا هو يعني هو خفيف بس في الاخر ليه تقل. بس يا مايا عمرك شفتي في التلفزيون كلمه ضغط؟ الضغط الجوي. الضغط الجوي، ايوه هو ده اسمه تقل الهوا، بس لما بيكون على مساحه. الضغط هو قوه على مساحه. اتفقنا كده؟ الضغط الجوي اللي عندي. السؤال بقى، هل الضغط ده بيضغط من فوق بس؟ لا، ومن تحت. ومن تحت؟ يعني في هواء من تحت بيضغط عليا؟ في هواء من تحت ويمين وشمال وفوق وتحت، كل صح كل ناحيه. الهواء موجود في كل ناحيه، يبقى بيضغط عليا من كل ناحيه. السؤال اللي بعد كده، الكوبايه دي فيها ايه؟ هواء. فاضيه. جاذبيه. ايه اللي ايه فيها هواء؟ فيها هواء. فاضيه. فاضيه ولا فيها هواء؟ فيها هواء زي ما مايا قالت لنا. يبقى الكوبايه دي فيها هواء، ولو جيت حطيت عليها الكرتونه دي كده في هواء بيضغط عليها من تحت؟ صح، عشان في الكوبايه هواء، في هواء بيضغط عليها من فوق. صح. طب هيحصل ايه لو جيت قلبت الكوبايه دي؟ الورقه هتقع. تيجي نجرب. اوكي. حاجه طبيعيه وبديهيه. ايوه، بس انتوا طبعا هنا انتوا مش واثقين فيا، كل حاجه بتيجي عكس توقعاتكم. يلا 3 2 1. ايه ده؟ دي وقعت فعلا. هي وقعت ليه يا مايا؟ علشان الجاذبيه. عشان الجاذبيه. صح كده، الجاذبيه دي قوه بتشد لتحت ولا ترفع لفوق؟ بتشد لتحت. تحت. الله ينور، كده وصلنا لصلب الموضوع. كانت اتاكدت وطمنت ان انتوا عندكم المعلومات الكافيه للي هيحصل بعد كده.
اللي هيحصل كالاتي: هملى الكوبايه بتاعتي بالميه، دي مش زيت، دي ميه احنا ملونينها بصفر. حلو الكلام؟ تمام. ركز بقى معايا كويس في اللي جاي وفي اللي هقوله. لو جيت عملت نفس التجربه اللي انا عملتها المره اللي فاتت، انا عرفت ازاي على فكره. عرفت ازاي؟ طب ثانيه عشان نكملها. ماشي. وحطيت دي كده، تمام؟ فانا لو جيت عملت نفس الحركه اللي انا عملتها المره اللي فاتت وجيت قلبت الكوبايه بس بسرعه، دلوقتي شايفين شويه ميه كده على الجناب؟ صح. مش كان المفروض يبقى فيه هواء من فوق وهواء من تحت؟ ايوه. سؤال بقى وعايز منك قوه ملاحظه: ما بين الكرتونه والميه في هواء ولا لا؟ لا في، بس ما ينفعش تتبدل عشان في ميه. لا مفيش، ما بين، لان ما بين الكرتونه والكوبايه ميه، ميه والميه عماله خرجت مني واتدلدقت ومفيش هواء تاني خش مكانها. صح كده؟ صح. السؤال التاني وانا لسه ساله من شويه: ايه اللي بيوقع الورقه؟ الجاذبيه. اللي بيوقع الورقه الجاذبيه. الجاذبيه قوه لتحت ولا لفوق؟ تحت. 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 الهواء اللي موجود تحت الورقه بيضغط لفوق ولا لتحت؟ لفوق. لفوق. مش كان المفروض جوه الكوبايه هواء بيضغط لتحت؟ بقى موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. مش موجود. طب تفتكروا بقى الجاذبيه اللي بتعمل قوه لتحت قصاد الهواء اللي بيعمل قوه لفوق هيتعادلوا مع بعض؟ سهله، سهله كده. عرفنا ازاي الضغط الجوي ممكن يقاوم الجاذبيه ويمنع لي الميه من انها تقع من الكوبايه بالمنظر ده. فهمتوا؟ فهمت. تعالوا لي بقى في التحدي. تعالوا لي في التحدي علشان طبعا الموضوع باين سهل بس هو مش سهل. التحدي هو: مايا قصادك ايه على الناحيه الشمال؟ عندي كوبايه والكرتونه دي وميه ملونه بلون طعام اخضر. وعندك الناحيه الثانيه ايه؟ نفس الكلام بس مايا لونها اصفر. والناحيه الثانيه؟ طبق. طبق. طبق ساجد. مايا ركزوا معايا كويس جدا في قوانين التحدي، لان التحدي عندي مقسوم من فقرتين. التحدي الاول هو ان حضراتكم هتملوا الكوبايه بتاعتكم بجزء من الميه. شوف بقى على حسب اللي انا شرحته، مش هقول لكم تملوها لاخرها ولا تملوها لنصها ولا تملوها تلات ارباعها ولا تملوها كلها، لان الفكره هيبقى معاكم 30 ثانيه. 30 ثانيه هتقلبوا الكوبايه وعليها الكرتونه باستخدام المعلومات اللي احنا شرحناها سوا، واللي هيقعد فترة أطول من التاني أو هيكمل ال 30 ثانية هيكسب الجزء الأول من التحدي. طيب هتقلب الكوباية إزاي؟ فوق الطبق بتاعك. يعني الكوباية حط الطبق في النص، حط الطبق في النص، الكوباية تقلبها فوق الطبق بتاعك مع الصفارة لحد ما نخلص ال 30 ثانية. ده الجزء الأول من التحدي. جاهزين؟ جاهزين. حد عنده أي سؤال؟ لا. ساجد مش حاجة كده؟ لا. حدش عايز مني اي مساعده ولا اي حاجه؟ اوكي. دلوقتي عشان نظبط التايم بتاعنا، ابتدوا املوا الكوبايات بالكميه اللي انتوا عايزينها، مش هقول لكم تملوا قد ايه، مش في الوقت، فاملوا براحتك. انتوا الاثنين مليتوا قد بعض تقريبا. انا مليت وريني كده. كده مليتي قد كده النص وهو ملى الثلاث ارباع. ابتدي حط الكرتونه فوق الكوبايه، حط كوبايتك قصاد الطبق من غير ما تقلب. انتوا الاثنين مع الصفاره هتبتدي تقلب. ثانيه واحده. يلا. مع الصفاره هتبتدي تقلب، دي الصفاره الاولانيه، وبتفضل ماسك بايدك وهتفضل ماسك بايدك. يلا اقلب، خلي ايدك تحت، خلي ايدك تحت. مع الصفاره هتشيل ايدك اللي تحت وهتمسك لفوق. اللي هيقعد فتره اطول هو اللي هيكسب الجزء الاول من التحدي. 3 2. شيل ايدك يا مايا، شيل ايدك يا ساجد. دلوقتي اصعب 30 ثانيه بيعدوا على ساجد ومايا. حاسس بايه يا ساجد؟ متوتر ومش عايزه تقع. متوتر ومش عايزه تقع. مايا حاسه بايه؟ كلمنيش دلوقتي. مايا ليه؟ ده احنا قاعدين بنتكلم طول الحلقه وعاملين بنجاوب مع بعض. انا حاسه ان هي بتتحرك وحاسه ان الكرتونه هتقع. حاسه ان الكرتونه هتقع. ساجد احكي لي كده عن احلامك ورواياتك. 3 2. حط ايدك، حط ايدك، حط ايدك عليها من تحت. بس برافو عليكم كده، انتوا خدتوا التدريب الاولاني للتحدي بتاعنا. موضوع سهل؟ مش لا خالص. مش قوي صح؟ الموضوع شايفينه سهل بس لا هو لا. الكوبايه عماله تعمل كده مني وانا خلاص، انا بقول خلاص الكرتونه هتقع. اقلب الكوبايه ودي لي الطبق بتاعك لاخر الترابيزه زي ما كان. حطي الكوبايه بتاعتك عادي. ايوه البتاع مش بتشبس بسهوله عشان كان احنا ضاغطين بالهواء. تمام.
ارجعي بالكوبايه هناك. دلوقتي التحدي الثاني اللي هيفصل مين اللي هيكسب معايا في اكشن علوم. معاكوا دقيقتين. اللي هيودي اكبر كميه ميه اسرع من الثاني في ظرف دقيقتين اخركم هو اللي هيكسب التحدي. جاهزين؟ جاهزين. بس هتملوها بالطريقه دي. اوكي. لازم تاخد الترابيزه من اولها لاخرها من غير ما تكون ايدك تحت. جاهزين؟ جاهزين. حد عنده اي سؤال؟ لا. 3 2 خلصته قبل الوقت. لو سمحت يا ساجد سلمني الطبق بتاعك زي ما انت يا ماي. شكرا. ده كده الطبق بتاع ساجد. مايا لو سمحت سلميني الطبق بتاعك. شكرا يا مايا. ساجد ومايا الاثنين قبل الدقيقتين خلصوا. بس انت يا ساجد وقعت منك كوباية. وزي ما كان التحدي الاولاني كان يعني الفرق كان واضح وصريح لصالحك وانت كسبت، التحدي الثاني باين قوي مين اللي كسبه. مين اللي كسب يا ساجد؟ مايا. مايا زي ما مايا قالت لك انت اللي كسبت، فده روح رياضيه. مايا اتعلمت ايه في التحدي الثالث عن التحدي الاولاني؟ المفروض ان التحدي ده اللي فات الاول خالص علمني ان انا دايما ما اكونش يعني سريعه، لازم اعمل كل حاجه بالراحه علشان اقدر ان انا اعملها، حتى لو انا عندي الوقت قليل جدا لازم برضو نعملها بالراحه علشان نقدر ان احنا نعمل حاجه احسن ونتقنها. ساجد ايه اللي حصل؟ التوتر كان فين؟ معلش هو التحدي بتاعنا كله لعب مش مشكله. كان كنت عايز عشان وقعت اول كوبايه كنت عايز اعوض بسرعه فوقعت الكوبايه الثانيه. ده اهم حاجه بقى من الساينس، نتعلم ازاي ندير حياتنا. كده واضح مين اللي كسب معايا التحدي؟ هي مايا اللي هتملى التيوب بتاعتها بثلاث كور اللي بتساعدنا في ان احنا نحافظ على المايا بالتلوث. اتفضلي يا مايا املي الثلاث كور. 1 2 3. وساجد زي ما خلينا مايا تملى كوره في اول تحدي فانت كمان هتملى كوره في التحدي ده في التيوب بتاعتك. اتفضل. شكرا ليك يا ساجد. كده مجموع الكور 3 و2 1 6. 1 2 3 6. كده انتوا خلصتوا التحديات معايا بتعادل 6-6. بس عايزين الحق، انا استمتعت معاكوا اكتر من اي حاجه تانية. استمتعتوا بالساينس؟ اه. عرفتوا اكتر عن الميه؟ اه. عرفتوا الضغط اللي حوالينا ازاي ممكن نقدر نستغله ونخلي الميه ما تقعش؟ اه. عرفتوا مين اخف الميه ولا الزيت؟ اه. وعرفتوا ان دي كثافه مش فيسكوستي؟ ايوه. واعتقد انتوا كمان اتعلمتوا معايا انا والميه وساجد واستمتعنا، وكلها تحديات ممكن تعملوها في البيت وهو ده دايما اللي بنعمله. فاستنونا في حلقات جديده من تحدي المختبر.